تقريبا كل ما حد هيتكلم هعلق، مش هعلق عليه، لكن من الكلام اللي انا ما قلتوش هقوله. فانا يعني شايف ان الشخصيات الخمسه اللي موجودين في الروايه شخصيات، لا اربعه ليه، ياسر وغدير ومحفوظ وعلي و الشخصيات اللي بتحكي في الاربعه لكن في شخصيات جوه الروايه تاني، يعني سلوى دي تعتبر شخصيه في حد ذاتها، بس هو كان وكريم سعد الرواه اربعه الشخصيات. لا وكمان حتى الرواه اللي هم في الدرجه الثانيه، انا رايي ان في ان علي ببلاع على ده طفل، علي ده طفل صغير ازاي قدر يعمل لنا شخصيات. انا متهيألي انت اللي كاتبه الروايه يا دكتوره فاطمه. ان الشخصيات فعلا محمد، انا رايي ان في فاصل ربما عشان الاحداث مشتبكه، بس لا نستطيع ان نقول ان احمد علي واحمد محفوظ، وكمان ما نقدرش نقول ان ياسر هو او غدير هي سلوى، شخصيه وشخصيه تانيه وليهم ملامح، ودي بتبقى فيها، دي بتفكرني بالفعل بالروايتين الاهم في روايات الاصوات، الروايات العربيه اللي هي روايات فتحي غانم وروايات اصوات بتاعت عمنا سليمان فياض الله يرحمه، وكل يعني هتلاقي مثلا مبروكه غير عبد الحميد السويفي غير فلان وهكذا، في نفس الروايات اصوات ان حامد غير الشخصيات الثانيه اللي كانت بتحكي. فعايز اقول ان برضه ان هي ليها علاقه بافراح الاوبرا برضه نفس الفكره، دي قصه تاني بقى، دي قصه تاني. ما لا بس عادي، هنا الكتابه ليها شخصيتها الخاصه بعلي، يعني ما نقدرش نقول كمان حتى، لان اللغه علويه يعني مش محفوظيه الى حد ما، طبعا في اثار، بس انا رايي انها برضه متاثره بالجو البوليسي الى حد ما، والجو البوليسي ده ممتع. الاستاذه الكاتبه الروائيه امام الشرقاوي، الشعبان في نقطة صغيرة في جملة. برضو كلهم بيحكوا نفس الحكاية. أيوه. فمن الصعب إن هو كمان يعمل الفرق بين الأصوات، فده نجح عن طريقته. يعني مرتكب الحدث هو ياسر غير محفوظ اللي هو عايز يقول لك طب هو إزاي؟ يعني اصطادوا إزاي لما قال له هات الموبايل؟ يعني الحدث هنا بيحكي بطريقة مختلفة. كده كويس. دي ناوية بقى. ناوية شوية يعني. تمام كل ما اعرف اساسا، كل ما اعرف انا عندي في الاول عايز احكي لكم حكايه بسيطه دايما يختلف معايا فيها الاستاذ شعبان، لما اقول له انا هقول لكم حكايه جوهاري ويندوز. تمام. جوهاري ويندوز، جوهاري ويندوز دوت اقترح لنا او اكتشف حاجه اكتشف حاجة غريبة قوي، ان الانسان متقسم الى اربع مربعات، مربع بيقول ما اعرفه عن نفسي ويعرفه عني الاخرون، ما يعرفه الاخرون عني ولا اعرفه عن نفسي، ما اعرفه عن نفسي ولا يعرفه عني الاخرون، ما لا اعرفه عن نفسي ولا يعرفه عني الاخر. والروايه اسمها كل ما اعرف. لو فصصنا الحاجات اللي فيها، مبدئيا علي هو كان ذكي جدا في حته، علي لما جابوا يتيم او احمد علي كان يتيم الام والاب بلا جذور، وهو دوت اللي خلاه يشعر بعدم الامان والخوف، وبالتالي يستند دائما ويحتاج الى مين؟ الى احمد محفوظ. طيب احمد محفوظ جريء جدا وبيتصرف تصرفات غير طبيعيه. هو عمل تجربه في شخصيه اسمها رافي، ما حدش جاب سيرتها خالص. هل رافي دوت جوه علي؟ ربما شخصيه، هو دكتور مكتوب ان هو دكتور، بس هو لا لقاه ولا عرف يتصل بيه ولا اي حاجه، انما الفكره اللي جات له ان هو يضع هؤلاء الناس في اماكن تجربه عشان يكتب عنهم الروايه. ده رافي اللي نصحه بكده، بس رافي مش موجود اصلا، ما قرناهوش.
الرواية كلها بتتكلم عن الخوف. طب الإنسان الخايف يعمل إيه وعايز يبقى مسيطر ومتحكم في الآخرين؟ يبقى ربنا. يعني هيطلع إزاي السيطرة، يعمل هو يبقى هو المتحكم في الآخرين. قد كده الرواية كانت ممتعة فعلا. أنا في زوري في حاجة مش عارفة أتكلم كويس، بس الحقيقة مية أمين أو ممكن مية. الحقيقة كل شخصية الرواية دي كانت مساكين فعلا وتعاطفنا معهم. يعني في جملة هو قالها بيقول لا يوجد على الأرض إنسان مثالي. فعلا مفيش حد فينا ملاك ولا حد مثالي. طيب في جملة تانية قالها عقدتنا تتفاقم بالتقدم. الجملة دي جت على لسان كريم لما أصيب بالشلل نتيجة لحادثة حصلت له. طيب ده في قصة تانية خلفية غريبة جدا، نجوان وأشرف. أشرف اللي هو ضابط الشرطة المستقيل أو المقال. طيب أشرف ضابط الشرطة، هذا الضابط المقال من مكانه اللي أصبح بعد كده هو بلطجي. فهو البلطجة موجودة والناس الطيبين موجودين والناس اللي مش طيبين موجودين، بس كل إنسان جوه خير. حتى في الآخر إن محفوظ كان بيتوب، ويمكن الحتة دي اللي حسستني إيه إنها النهاية الضرورية لكل شرير، إن واحد اتشل أو واحد مات أو شرير مات أو كده. يمكن دي ما عجبتنيش في الرواية، كانت لو كانت مفتوحة كان هيبقى أحلى. طبعا الرواية ممتعة جدا، وأشكر علي على هذه المتعة اللي مليانة وفيها كلام كتير جدا جدا يتقال ويتكتب. وألف ألف مبروك ليك، ودايما إن شاء الله يعني نتكلم عن روايات جديدة. شكرا لك.